كابتن شيكا النهارده تألق، عايزين نتكلم على كابتن شيكا لأنه بيصنع الهدف الأول، بيسجل الهدف الثاني، في رسالة لأي حد دماغه كده إيه بتوديه يتكلم بشكل سلبي على كابتن شيكابالا. لا شيكابالا ما حدش قدر يتكلم عليه، مش عشان شيكابالا خط احمر ولا الشعارات اللي احنا بنتكلمها، لا شيكابالا في السن اللي هو فيه ده احمد ولحد دلوقتي بيعطي وبيعمل حاجات غير متوقعه في الكوره، ان انت ممكن في بعض الاوقات تقول شيكا ممكن يلعب كوره كده بيفاجئك النهارده بيعمل حاجه غير متوقعه، والغير متوقع ده في الكوره هو ده اللي بيخلي الجمهور يقول الله ويسقف لك. صحيح. فشيكابالا من نوعيه ان انت كل حاجه او كل ثانيه في الكوره او كل دقيقه في الماتش انت عايز شيكابالا هو اللي يجي له الكوره عشان يرسم بسمه ويعمل لوحه فنيه او تابلو ان هو يمتع بيها للجماهير. فشيكابالا لا، شيكابالا مهما كبر او مهما ان هو حد بينتقده او بيتكلم عليه، شيكابالا ما حدش يقدر يتكلم عليه عشان شيكابالا تاريخه هو اللي بيتكلم عليه، سواء تاريخه اللي فات او الحاضر اللي هو بيعمله الايام دي، ان هو قدر ان هو يلم الفريق بشكل كبير، ان هو يصنع اهداف، ان هو يجيب اهداف، يعني الارقام بتاعته هي اللي بتتكلم عليه، احنا مش عارف بينتقد ده هو بيتكلم عشان ينتقد وخلاص، ان هو يقدر بالظبط ان هو يطلع يتكلم ان هو انا بنتقد شيكابالا، انا بنتقد زيزو، انا بنتقد لعيبه نادي الزمالك الفائقين، لا طبعا مش منطقي يعني.